السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتي من جديد. ما زلنا مع قناة تفسير الأحلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى من والاه. النهاردة هنتكلم عن رؤية مهمة جدا، وهي رؤية عضة الكلب في المنام. كثير من الناس ومع شديد الأسف بيشوفوا هذه الرؤية. طبعا هذه الرؤية بتصيبهم بالقلق، ولذلك هتكلم النهاردة عن 8 رؤى في قضية عضة الكلب. أولا، المرأة المتزوجة مثل العزباء في عضة الكلب، ده بداية. ولذلك أقول رؤية الكلب في المنام تدل على عدو ماكر وشخص مخادع يظهر الحب وهو على خلاف ذلك، لا سيما إذا كان الكلب أسود. حينما يكون الكلب الأسود أحيانا من الممكن بتدخل في قضية سحر وحسد وإلى آخره، لكن خلينا في قضية إنه هو عدو ماكر. اللون الأسود بيبقى عدو قوي، عدو شرس، حاقد، حاسد، وحسده بيبقى شديد وبيبقى قوي. رؤية الشخص في المنام يتعرض لعضة الكلب في المنام، هذه الرؤية بداية تدل على تعرضه للخيانة. بالنسبة لشخص هو يحقد عليه وسبحان الله العظيم ويحسده. رؤية الشخص في المنام يتعرض لعضة الكلب، بعض المعاني لهذه الرؤية تدل هذه الرؤية أحيانا على رغبة شخص في سرقة أموالك، ربما سوف تتعرض إلى السرقة ومع شديد الأسف. رؤية عضة الكلب بالنسبة للبنت العزباء تدل على وجود شخص حاقد وحاسد فقط. رؤية البنت العزباء أن كلب أنثى وليس ذكر قامت بعضها، هذه الرؤية تدل على وجود امرأة حاقدة وخبيثة تحسدها. إذن رؤية الكلب الأنثى أو أنثى الكلب تدل على امرأة حاقدة وحاسدة ومع شديد الأسف. الكلب الأسود كما ذكرت في البداية غير محمود بالمرة، لكن الكلب الأبيض له رؤية محمودة، له رؤى محمودة أحيانا تدل على شخص طيب مقرب منك. إذن اللون الأسود غير محمود، وطبعا الكلام ده مش من كلامي، وإنما هو من كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم أن الكلب الأسود شيطان. اللون الأحمر في الكلاب غير محمود أيضا، يدل على وقوع حادث أو ربما سرقة للرأي. وكما ذكرت في البداية أيضا أن المرأة المتزوجة مثل البنت العزباء في كل ما مر، لكن هناك زيادة بسيطة، وهي أن هناك من يتكلم عنها بكلام سيء أمام الغير، ده بالنسبة للمرأة المتزوجة. الكلب الرمادي للمرأة عموما سواء متزوجة أو غير متزوجة، هذه الرؤية تدل على وجود شخص يظلمها. أما المرأة الحامل مثل المرأة المتزوجة في كل ما مر، لكن هناك زيادة بسيطة تخص المرأة الحامل فقط، وهي أن هناك من يحسدها ويريد زوال النعمة التي في يديها. وأيضا رؤية الكلب أحيانا تدل على خيانة زوجها لها ومع شديد الأسف. دي كانت بعض الرؤى عن عضة الكلب وبعض ألوان الكلب في المنام، سواء إذا كان الكلب ذكر أم أنثى الكلب. انتظرونا في اللقاءات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.